كلنا السنه دي في مانشستر يونايتد كلنا متفقين على حاجه واحده بس، ان دخيا بيقدم عظمه. ان دخيا بجد والله هو العنصر الوحيد الثابت في مانشستر يونايتد برغم كل العك اللي دار من اول الموسم ده. يعني نفس المباراه اللي دخيا قدمها النهارده هي نفسها قدام نوريتش، دخيا كان مان اوف ذا ماتش في ماتش نوريتش، النهارده دخيا مان اوف ذا ماتش في ماتش نيوكاسل. دخيا هو العنصر الثابت الوحيد في مانشستر يونايتد. كل حاجه بتتغير، كل الاخطاء بتتغير، مره بيبقى فريد السبب، مره بيبقى لاندروب السبب، مره هاري ماجواير، مره فاران، بس دخيا هو العنصر الثابت. الاخطاء دايما بتكون موجوده، العناصر بتتغير الا دخيا. دخيا هو العنصر الثابت. الباكين اتغيروا وحطينا بسم الله ما شاء الله باكين جداد، دالوت ناحيه اليمين والناحيه الثانيه عطينا الاكس تيليس، علشان شفنا اخيرا ان لوكشو محتاج يتغير. بص انا عايز اعمل معاك ديل محترم كده. هو ارال فرانجيك مش هو المدرب اللي يعني لما تكون مايله هيجي يعدلها، يعني مش هو مثلا انطونيو كونتي، مش هو المدير الفني اللي عنده جرينتا، مش هو المدير الفني اللي عنده افكار فنيه واضحه، مش هو المدير الفني اللي عنده كلمه فنيه كبيره جدا جوه الملعب، لا هو عنده كلمه فنيه بره. والله بجد قوه رالف رانجيك بره الملعب مش جوه الملعب بجد والله. يعني هو مانشستر يونايتد جايب رالف رانجيك وعارف كويس قوي هو جايب ليه، هو جايب الراجل ان هو يكون مدير فني ومستشار للنادي. والله بجد يعني هم جايبينه عشان كده. فالافكار الفنيه يعني ما تقعدش تركز معاه، لان الاربعه ثلاث اتنينات فشلت في ماتش نوريتش، فانك تيجي تكرر النهارده بنفس حذافيرها وانك تطرف برونو وبرونو ما بيعرفش يلعب طرف، دي غريبه بصراحه. وراشفورد طرف وقدام ماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو، تمام عايز تلعب باثنين فراوده ابدا بكافاني، كافاني ما يتحملش، طب تمام طلع راشفورد قدام ونزل جرينوود تحت. بص هو افكار فنيه مش هنقعد نتكلم على افكار فنيه، لازم نقعد ما نتكلمش على افكار فنيه. المدير الفني جديد بس افكار فنيه مش عنوان رالف رانجيك، مع احترامي لكل الناس اللي كانوا بيتكلموا على بروفايل وعظمه تكتيكيه والكلام ده، لا هو الراجل معروف بقوته كمستشار للانديه وكواحد مدير بيعرف يجيب لعيبه شباب كويسين. الراجل كانت كل ميزته في لايبزيج ان هو بيعرف يجيب لعيبه كويسين، ان هما بيعملوا قاعده كويسه من اللعيبه الصغيره، دي كانت كل ميزاته. انما انت رحت جبت مدير فني بعد ما اتعاقد مع لوكوموتيف موسكو وانت بتحطه مع عناصر سيئه، والله عناصر سيئه. يعني انت لو سمعت مثلا اخر حوار كان لروي كين لما اتكلم على لعيبه مانشستر يونايتد كان بيقول لك انا اشتغلت في التدريب، انا صعب عليا ان انا اكون حاطط ثقتي كلها في لعيب زي فريد او سكوت ماكدوناي او حتى هاري ماجواير. هاري ماجواير النهارده بيلعب جنب فاران، وده ممكن يكون كابوس لاكبر مشجعين مانشستر يونايتد ان انت تلاقي فاران وهاري ماجواير في خط دفاع واحد. والله بجد ده كابوس. يعني فاران لما كان توب في ريال مدريد كان بيديك خمس ست ماتشات عاليين وماتشين ثلاثه سيئين، انت بتلعب قدام هاري ماجواير بتاع ماتش وماتش، هاري ماجواير شغال ماتش 10 10 ماتش سيء جدا. فانت بسم الله ما شاء الله عندك خط دفاع مرتبك، عندك خط دفاع ماليش ملامح، عندك خط نص فيه فريد بيعمل كل حاجه عكسها، وجنبه سكوت ماكدوناي اللي بتلاقيه ماتش افضل لاعب في الملعب وخمس ماتشات شفاف. فانت عندك مشكله كبيره، عندك مشكله في العناصر، عندك مشكله فنيه، عندك مشكله في الهويه بتاع الفرقه، عندك مشكله ان برغم ان انت ريحت شفنا ان انت كنت سايق جوه الملعب، شفنا ان نيوكاسل وايدي هاو عملوا ماتش عليك عالمي الشوط الاول. الشوط الاول نيوكاسل جايب فيه الجون في الدقيقه 7. شخصيه مانشستر يونايتد بقى ان احنا نرجع ونمسك الكوره ونحاول نرجع في الجيم ونتعادل ما كانتش حاضره وما كانتش موجوده. فده بيعبر لك قد ايه مانشستر يونايتد الازمه حقيقيه في اللعيبه. انا اخر ايام بتاع اولي جونر سولشاير رغم اني كنت عارف ان سولشاير كمدرب سيء، بس كنت بتكلم ان اللعيبه سيئه. اللعيبه سيئه. اللعيبه جودتها مش عاليه. اللعيبه ده اخرهم. لعيبه خط نص مانشستر يونايتد سيئين. بوجبا الحد الوحيد اللي كانوا منتظرين ان هو يشيل نص الملعب مع الاسف مصاب، حتى لما بيلعب لك ماتش كويس وماتشين ثلاثه بيفكر يحلق شعره. فمانشستر يونايتد عنده مشاكل كتير. انا بحترم ايدي هاو، بحترم نيوكاسل، بحترم جويلتون، بحترم ماكسيمين على الماتش الخرافي اللي هم قدموه النهارده. دي بروفكا جه في نهايه المباراه كده وحب يدي هديه لكافاني، بمناسبه ان كافاني نزل وحط هدف جميل جدا. كافاني برده اللي هو بيعرف يسجل من نص فرصه، ده مهاجم نص فرصه بجد. كرة جات له في اول مره اللي هي العرضيه الارضيه اللي رالف رانجيك اشتغل عليها في ماتش ارسنال اللي هو سجل منها. دي كانت بتاعت رالف رانجيك، ان احنا ما بنلعبش كره عرضيات كتير، احنا بنلعب على الارض. لعبنا على الارض، كافاني ضيع من دالت، بعد كده جات لكافاني تاني، كافاني سجل.
مانشستر يونايتد النهارده لا يستحق ان هو يطلع كسبان، بالعكس مانشستر يونايتد تم مجاملته كالعاده. كريستيانو رونالدو لما بيشوف الفرقه سيئه بيطلع غضبه على الخصوم، ومع ذلك مفيش حد بيقدر يطرد كريستيانو رونالدو، ما اعرفش ليه. كريستيانو يستحق الطرد؟ يستحق الطرد. طرد كريستيانو مانشستر يونايتد 10، الماتش يخلص لنيوكاسل؟ اه يخلص لنيوكاسل، بس نيوكاسل حظه بقى. اه والله حظه. شوف احنا كنا قاعدين نتكلم على الرابطه، والرابطه مش عايزه نيوكاسل يشتري والكلام ده، وتيجي النهارده قدام مانشستر يونايتد تلاقي ان نيوكاسل اتظلم في كوره زي كوره كريستيانو، اتظلم في كوره زي كوره فاران، وهي اللي شايفها ان هي من بره ال 18. بس نيوكاسل قدم مباراه عظيمه جدا بكره ايدي هاو وبماكسيمين وبجويركون، برده نفس العناصر الثابته في نيوكاسل، العناصر اللي بتقدم مباريات مميزه جدا، العناصر اللي اتمنى ان مشروع نيوكاسل يكون قايم عليهم، ما يكونش قايم ان احنا نطيرهم بره الفريق. دي وجهة نظري انا في المباراه. لو عجبك الفيديو خير وبركة، اعمل لايك وسبسكرايب. لو ما عجبكش الفيديو يا ريت بس ما نشلفش بعض كده على العالي، يعني نتكلم مع بعض كده بهدوء في حته الرفرنجيت دي. اما لو انت مختلف معايا حته المدخيه مان اوف ذا سيزون بالنسبه لمانشستر يونايتد، فالمشكله عندك انت مش عندي انا يا صديقي.